حنا اليوم هنايا في الانزال الوطني امام قبه البرلمان للتعبير على السخط ديالنا والقمع الذي تعرض له شعبه الصيدله، لا سيما انه في الندوه الاخيره للوزيرين تم تجاهل جل الاسئله المتعلقه بشعبه الصيدله، ولذلك فالطلبه كلهم اليوم حاضرين هنايا للتعبير على ان شعبه الصيدله عندها المطالب ديالها، ماشي غير تابعين شعبه الطب كيف ما كيحاولوا يروجوا اغلب المسؤولين، لذلك واكبر دليل هو الحضور الغفير لطلبه الصيدله اليوم. ومن اهم المطالب ديالنا هي الحد من رفع من عدد الوافدين، بحيث ان شعبه الصيدله ما فيهاش واحد الخصاص كيف ما كاين في شعبه الطب، لذلك فان هذه الزياده على الوافدين غير مبرره. فمني كتسول المسؤولين تيقول لك بان عندنا نقص في الاطباء اللي خصنا نسدوه، وبيسك نتومايا كليه وحده دونك الا زدنا في شعبه الطب خصنا نزيدوا شعبه الصيدله. كيف يعقل انك تادي انك كتضرب واحد جوده التكوين ديال واحد الشعبه فقط انك باغي تخصص ديال واحد الشعبه وحده اخرى، لان زياده عدد الوافدين كتضر فينا احنا في الاعمال التطبيقيه، فانك تلقى في الباياس عوض ما يكون ايتوديون واحد كيدير مانيبيلاسيون تيكونوا 10، في التدريب الاستشفائيه تيكون اكتضاد، وايضا في سوق الشغل تيكون اكتضاد، بغض النظر على ان العدد ديال الطلبه المغاربه كيتزادوا، فحتى الطلبه اللي كيكونوا من الخارج اوكرانيا وهذاك الشيء حتى هما تيكون المنافسه في سوق الشغل، دونك هذا العدد زياده عدد الوافدين ما تؤدي الى البطاله من 11 سنين 50 ما غنبقاوش شي حاجه سميتها لو فورماسيون دوفيسين، الوغ كو لوتخ فورماسيون دو باز سي لا فورماسيون دوفيسين. حنايا كطلبه الطب والصيدله حنايا تنعبروا على السخط ديالنا، حنا جينا اليوم باش نعبروا على السخط ديالنا على بزاف ديال الاضطهادات وقعوا لنا الى جانب هذا السفر اللي تعطى. يعني حنايا طلبه الطب والصيدله خارجين غير كندويو على الحقوق ديالنا، عندنا ملف مطلبي كنطلبوا يتحقق، حنا بغينا الوزارتين ينزلوا معنا طاوله الحوار ويعطونا حلول اللي هي واقعيه ماشي يعطونا غير وعود. حنا مستعدين ندخلوا من السيمانه الجايه ولكن تعطانا داكشي اللي كاين في الملف المطلبي ماشي غير وعود. حنا الملف المطلبي ديالنا الرفض ديال هذا التقليص، زائد عندنا تروازيام سيكل اللي هو من 2015 مازال ما خرجش السلك الثالث، وإضافة إلى التعويضات عن المهام، يعني طالب ديال الطب ابتداء من السنة الثالثة كيشد 21 درهم في النهار، هاد 21 درهم في النهار واش غتكفاه؟ واش ترونسبور؟ واش لي بوليكوب؟ واش الماكلة؟ زائد النقطة الثالثة اللي هي كيف ما قلنا الزيادة في عدد الوافدين حنا ما ترفضوهاش، حنا الزيادة في عدد الوافدين بغينا الدولة ديالنا تستافد من الأطباء، ولكن تستافد من الأطباء اللي غتعطيهم إنفورماسيون، يعني يكونوا عندهم بنية تحتية، ماشي غادي تزيد لي في عدد الوافدين وما غتوفرش لهم فين يقراو. واش أنت عندك أونفي عندك مدرج كيهز 700 طالب مثلا وغتزيد في عدد الوافدين ترجعهم 900 طالب 900 فين غيقراو؟ تخيل دي زيتيديون بخومييغ أني ديال طلبة الطب وتيقرا في اليونيستي، يعني ما عندهمش كل يوم ما عندهمش سي اش او، وكتقراو في 150 طالب، كنقراو ب 150 في اون في وحده، وكنقراو في واحد الظروف اللي هي كارثيه. ما عندناش فين نديرو حاليا التدريب، السي اش او مازال ما تبناش، مازال ما عندناش حتى شي معلومات، يعني حنايا كنطالبوا تجويد هذا التكوين ديالنا. ما حنايا ماشي كنعكسوا، حنايا بالعكس حنا مستعدين ندخلوا في اقرب وقت، خاصنا غير المطالب ديالنا يتحققوا.